أهلا وسهلا ومرحبا بالجالية المغربية، مزيدا من الخدمات على المطارات ونقط العبور وتيسير كل الأمور وتخفيف ضغط السفر والطريق عليهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى رجاء كفى من الاستفزاز والضغط اللي كيتعرضوا ليه من طرف بعض العائلات اللي كينقصها الوعي وكتخلق مشاكل من توافه الأمور وكتندمهم على زيارتهم لبلادهم. كاين الناس اللي كيتنمروا على ولادهم اللي ما كيتقنوش العربية وكيتكلموا بلغة أجنبية وعربية رديئة. عادي، راهم تولدوا كبروا خارج وطنهم الأم وتعلموا لغات أجنبية، ومن جهل شيئا ضحك عليه، زائد النصب والاحتيال اللي كيتعرضوا ليه من طرف بعض عديم الضمير الاستغلاليين قلالين خوف الله اللي كيظنوا أنهم كلهم فلوس. راهم تعبوا عليها وتغربوا وفرقوا أوطانهم وحبابهم باش يديروها وتجي انت تطمع فيهم بأي حق؟ عاد هادوك اللي كيتسناو الهدايا بحال الا كيسالوهم ليهم شويه ديال الهمه العاليه، كلشي عندنا في بلادنا، فبركه علينا غير يصلوا الرحم مع الوالدين والاحباب والوطن الحبيب وربيو في ولادهم حب الاوطان الام رغم كيد الكائدين. وكلنا كنعرفوا الحرب اللي كيتعرضوا ليها في تربيه ولادهم في بلاد المهجر، فما نزيدوش عليهم، يكفي انهم كينعشوا اقتصاد البلاد وكيساهموا في الرواج الاقتصادي للمغرب بإدخالهم للعملة الصعبة. فزادكم الله من فضله وإحسانه ونصركم على من عاداكم ودمتم لنا فخرا وشكرا لكم من القلب.